شائعة أخرى واستهدفت إثارة غضب المواطنين انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي وجود حذف عشوائي للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضا للنفقات. وزارة التضامن الاجتماعي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، أكدت أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي. شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية. أوضحت أيضا ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي. دكتور أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين إيضاح من حضرتك يا دكتور حول الشائعة اللي انطلقت عن الحذف بشكل عشوائي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. هل يا فندم في معايير ربما جديدة لتحديد المستفيدين من المعاش؟ وحضرتك عارف قد إيه يعني برنامج تكافل وكرامة هو برنامج يمكن من أنجح البرامج اللي موجودة والكثيرين ما يهتموا بهذه الأخبار، وطبعا الخبر كان مقلق للكثير. طيب انا هرد لحضرتك على كل هذه التساؤلات، ولكن اسمح لي في البدايه، هذا البرنامج هي شائعات وحقائق. بالفعل احنا لدينا حرب من الشائعات نواجهها، ويعني في وزاره التضامن نلمس هذا، وتقريبا كل اسبوع بنواجه شائعه من الشائعات، وبنكون دايما الرد بالارقام وبالحقائق. والحمد لله دلوقتي عندنا المركز الصحفي لمجلس الوزراء بالفعل بيلاحق هذه الشائعات، واصبحت هناك آلية للرد بشكل سريع ودائم على هذه الشائعات. دي حقيقة. ثانيا لا يوجد، أنا بقول لحضرتك لا يوجد أي نوع من أنواع الحذف في برنامج تكافل وكرامة سواء عشوائي أو غير عشوائي. ثانيا لا يمكن أن نصف أي شيء له علاقة بتكافل وكرامة بأنه عشوائي، لأن تكافل وكرامة واحد من أكثر البرامج الدعم النقدي في العالم المميكنة. حقيقي. بداية من أعلى مستوى من مستويات التأمين للبطاقات، أعلى مستوى من مستويات التنسيق بين أكثر من 11 قاعدة بيانات بيتم التأكد منها. إذا ما كان المستفيد توفى، أول ما بيبلغ وزارة الداخلية في الأحوال المدنية بيتوقف المساعدات الخاصة بتكافل وكرامة مباشرة. من خلال الكومسيون الطبي بيتم تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة. من كانت بياناته أنه مطلق أو أرمل وتزوج بتتغير حالته فورا. من لم يكن يملك سيارة أو أولاده في مدارس خاصة وأدخل أولاده مدارس خاصة أو امتلك سيارة، مباشرة بتتوقف المساعدات الخاصة بتكافل وكرامة. ما يحدث هو تحديث للبيانات بشكل مستمر، ولم يتم وقف أي شخص من تكافل وكرامة. من تم تجميد المساعدات الخاصة بهم خلال تكافل وكرامة الفترة الماضية وهم عدد قليل، كان لأن البرنامج فكرته قايمة إن إحنا بنراجع المستفيدين كل 3 سنين. حصلت مراجعة لمجموعة من المستفيدين، بعضهم لم يكن مستحق، بعضهم تغيرت ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، بعضهم استمر في هذا الحصول على هذه المساعدات، بعض من كانت معاشاتهم مجمدة لأنهم لم يلتحقوا بالكونسيون الطبي أو يعيدوا الكشف بالكونسيون الطبي المميكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجرد ما بيحجز بالكونسيون الطبي حتى قبل أن يوقع الكشف بيرجع له المساعدات بتاعته بمجرد ما بيبلغنا. وأي شخص طيب توقفت المساعدات فورا يتقدم بتظلم سواء على بوابة الشكاوى الحكومية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الحكومة أو لوزارة التضامن أو يعني يا دكتور لو تسمح لي، ممكن يكون ده حصل وحضرتك بتقول انه لو حصل يكون حصل بشكل خاطئ، فمن حدث معه ذلك التوقف يتقدم بشكوى؟ لا، هو بالفعل في بعض المستفيدين توقفت ده بعد مراجعه حضراتكم بشكل دوري اللي هي كل 3 سنين. دي مساله حضراتكم تم بعد عده مراحل، منها ان في باحثين نزلوا للمستفيدين في منازلهم وتابعوا معاهم وحدثوا البيانات، وفي اخرين ابلغوا هم ليه تم وقف بيانات، ولكن مفيش حذف عشوائي. التجميد اللي بيتم تجميد، ومن حق المستفيد انه يتقدم بتظلم. طب الاعداد تقريبا قد ايه يا دكتور لمن تم تجميد لهم بعد المتابعه الدوريه؟
الاعداد متغيره. الاعداد متغيره. طب هذه المره يا فندم يعني للعام الحالي؟ لا ما عندناش بيان، لان احنا ما انتهتش عمليه المراجعه والتنقيه، فما فيش بيان. عشان كده بقول لحضرتك ما فيش رقم، يعني لو قلت لحضرتك رقم امبارح الرقم بيكون اتغير النهارده، لان عمليه المراجعه عمليه دوريه وبتشمل اعداد كبيره. ولكن انا بقول لحضرتك ما حضرتك بتقول هي عمليه دوريه بتحصل كل 3 سنين يا دكتور، هل ده صحيح اللي احنا فهمناه؟ النسبه لا تزيد عن 1-2%. وهي عمليه دوريه تحدث كل 3 سنين، حضراتكم كل 3 سنين بتراجعوا بيانات من هم المستفيدين من هذا البرنامج؟ كل من سيمر عليه 3 سنوات في برنامج تكافل وكرامه سيتم مراجعه موقفه وتحديث بياناته ومعرفه مدى استحقاقه، لان احنا كده من خلال هذه العمليه بننقي المستفيدين وبنحسن الاستهداف. طيب دكتور، هل المعايير بتختلف لتحديد المستفيدين من المعاش؟ يعني هل بعد مرور 3 سنين حضراتكم بتنظروا الى معايير مختلفه، ام المعايير هي ولكن يمكن احوال الاشخاص المستفيدين من البرنامج هي اللي بتتغير؟ اولا اسمحي لي انا بتحفظ على كلمه معاش. تكافل وكرامه هي مساعدات نقدية مشروطة. نعم. دعم نقدي مشروط أولا. ثانيا بالتأكيد البرنامج مصمم بشكل مرن، لأنه البرنامج بالأساس تم تصميمه للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي. وبالتالي إذا ما تغيرت الظروف الاقتصادية بتتغير المحددات الخاصة بهذا البرنامج. يمكن أن يتم تغيير المعدل اللي بيحتسب عليها الفقر، خط الفقر. احنا منتظرين البحث الخاص بالدخل والانفاق من الجهاز المركزي للمحاسبات لتغيير او استمرار المعادله الموجوده حاليا لاحتساب خط الفقر. ممكن انه يتم دخول عناصر او خروج عناصر. بالتاكيد هذا البرنامج مرتبط بالاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه. نحن نتحدث عن 3 سنوات قادمه. نتوقع ان شاء الله ان يكون في نمو مرتفع، نتوقع ان يكون هناك تحسن في المستوى الاقتصادي. نتوقع يعني بما ان حضرتك معنا يا دكتور، لو تسمح لي، من تم حذفهم من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه حتى لو بعد مراجعه حضراتكم، ممكن يتقدم بتظلم او بشكوى ويتم اعاده النظر لاحواله مره اخرى؟ بالتاكيد احنا تلقينا خلال الفتره الماضيه ويمكن اعلنا ده بالامس اكثر من 400,000 تظلم، وتم النظر فيهم وكانت بعضها مستحقه وعدد كبير جدا منه كان مستحق، وعدت يعني استكملوا واستأنفوا حصولهم على مساعدات تكافل وكرامة. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي.